مواضيع عديدة رح نحكي فيها بمحطتنا التالية مع بوقتا وكاتيا. في عنا المسابقة وعنا التريب أدفايزر. صباح الخير. صباح النور غادة. بوقتا كأنه هلأ تريب أدفايزر حتى واحد يعرف شو لازم يعمل ويتصرف. شو بدك تخبرينا؟ رح بلش بالاول بالمسابقه، مسابقه رمضان يلي بلشناها الاسبوع الماضي على صفحه بوقتها على الفيسبوك. الاسبوع الماضي سالنا اول سؤال وصار في اجوبه عليه، ما رح نعطي الاجابات هلا، رح نتركهم لاخر شهر رمضان لحتى اذا الناس بعد بحبوا يجاوبوا عليه اكيد المجال مفتوح. وثاني سؤال رح نطرحه اليوم اكيد مع الهاشتاج بوقت عالم الصباح رمضان، نيم 7 سوشيال ميديا تايبس وي توكت اباوت بسيجمنت بوقتها. فإذا نحن حكينا من سبتمبر لليوم حكينا عن كثير سوشيال ميديا بلاتفورمز، شرحنا كيف نستعملهم خاصة بآخر فترة. فيكم ترجعوا تشوفون تشوفوا الحلقات الماضية وتسموا أكيد 7 سوشيال ميديا حكينا عنهم أكيد على صفحة بوقتها فيسبوك. إذا بعد ما عملتوا لايك لا بوقتها تي في شو فوتوا وعملوا لايك وجاوبوا على السؤال، وباخر الشهر نحن بنعطي الاجوبه كلها والنتائج. عندنا هدايا؟ اكيد عندنا هدايا اكيد. انه نتائج بدنا اوكي. اكيد اكيد رح يكون في رابح يلي بجاوب على كل الاسئله بشكل صحيح، رح يكون له جائزه بنهايه هالشهر الفاضل. اليوم مثل ما قلتي غاده رح نحكي عن تريب ادفايزر، يعني نحن هلا على ويب الفرص والصيفيه. هيدا اليوم بوقتها عن جد. هيدا بوقتها. عظيم. هيدا بوقتها. تريب ادفايزر لانه اذا على بالكم تروحوا على شي بلد معكم كثير معلومات عنه، حابين تعرفوا وين الاماكن السياحيه الاكثر شي مرغوبه، الناس شو حبت، اي ريستورنت في يروح عليه، اي اوتيل، حتى اذا على بالكم تحجزوا اونلاين وتقارنوا اسعار التيكتس وتلاقوا الوقت يلي بيناسبكم اكثر شيء كلهم مجمعين بنفس المطرح يلي هو تريب ادفايزر. ومش بس هيك، تريب ادفايزر الحلو فيه انه الناس هن يلي عاطين رايهم ريفيوز يلي هو بنسميه يوزر جنريتد كونتنت. يعني تريب ادفايزر هو من اول السوشيال ميديا يلي عطى مجال للناس يعطوا رايهم، في بحدود ال 225 مليون ريفيو، يعني قد ايه الكوميونتي كبيره الناس يلي عم بيعطوا رايهم بالاماكن يلي عم بيزوروها. ونحن وانتم حيالا شخص فينا اذا رحتوا على شي مطرح انتم كمان فيكم تعطوا رايكم، فيكم تصوروا وتنزلوا صوره من المطرح اللي انتم موجودين فيه. بس اكيد قبل ما تشتغلوا على تريب ادفايزر ما تنسوا تدوروا اللوكيشن، لانه تريب ادفايزر بيشتغل على اللوكيشن ليلقي مطرحكم على الجي بي اس وين انتم موجودين تيقدر يبرم حواليكم ويعطيكم المعلومات، يعطينا اكيد الاماكن يلي بتهمنا بمنطقتنا. فانا رح اذكر بشكل سريع كيف بندور اللوكيشن من خلال السيتنجز على الفون. كويك سيتنجز في شيء اسمه لوكيشن بالبيرسونال لوكيشن، ما تنسوا انه تكون اون. اوكي لوكيشن تكون اون لانه هلا رح نستعملها بالتريب ادفايزر. التريب ادفايزر يمكن بس تجوا لتنزلوه على الستور ابل ستور او الاندرويد الخاص بالاندرويد بلاي ستور، رح تلاقوا اكثر من تريب ادفايزر. ما بهم، في سيتي جايد يلي هو بخليكم تنزلوا دول. إذا كنا أونلاين مثلا أنا سافرت باخذ ماي فون معي بنزل باريس، ما معي إنترنت هونيك على ماي فون اللبناني، بقدر أفتح باريس وأبرم فيها ويدلني وين عم بروح لأنه خلص أنا عم بشتغل أوفلاين نزلت عندي. إذا نزلت تريب أدفايزر يلي هو كمان هيدا بيشتغل أونلاين بس كمان من خلاله بقدر نزل سيتيز وأشتغل كمان أوفلاين. أوكي. التريب ادفايزر يلي رح فرجيكم اياه هلا هو مش بس ابلكيشن، هو ابلكيشن بينزل على الفون بس اذا ما حبيتوا تنزلوا الابلكيشن موجود على الانترنت. يعني اذا فتحت البراوزر حطيت tripadvisor.com نفس الشيء يعني كانه فاتحه الابلكيشن عندي، بس هون دائما بيقول لي في اعمل داونلود لحتى اشتغل اوف لاين للابلكيشن. فانا رح اشتغل على البراوزر اليوم، رح تشوفوا انه نفس الكونفيجريشن كله بيشبه بعضه. هلا كيف بيشتغل تريب ادفايزر؟ اول شيء في فتش بالمنطقه اللي انا موجوده فيها نير مي ناو، بس فوت عليا رح يبلش يعمل يفتش على المنطقه اللي انا فيها، انا وين موجوده باي منطقه، وبس يقدر يلاقيني فوالا لقيني. هلا صار في يفتش على القصص يلي ممكن تهمني. مثلا شو في ريستورنتس بالمنطقه يلي انا هلا موجوده فيها يلي هي منطقه البيروت هول، فوالا بلش يعطيني اسماء ريستورنتس اكيد مع ريفيوز، بقدر فوت عليهم وبقدر اخذ معلومات اكثر عنهم. في شيء كثير مهضوم بالتريب ادفايزر وهذا الشيء لازم اقول لكم عنه قبل، هو بالسيتنجز
بقدر انا اختار اذا بدي المسافه بالكيلومتر او بالمايلز، وبقدر اختار اذا العمله بديها بالدولار بالباوند باليورو. تشوف كيف بدنا ندفع كلهم، تشوف كيف بدنا ندفع. اكيد. سو بالسيتنجز بقدر انا اختار من الاول، رح فوت عليها لحتى نشوفها سوا. بقدر اختار الكرنسي اللي انا اخذتها دولار، في نقي الكرنسي اللي بدي اياها لحتى يعطيني الاسعار مثل ما انا بهمني. طبعا في البرايفسي بوليسي بنقدر نفوت عليها، والكونتري سو انا هلا رح اتركها، ما رح اغيرها، في غير البلد. غير الريستورانت اكيد بقدر اشوف انا الاوتيلات، بقدر اشوف ثينكس تو دو. ثينكس تو دو يعني شو في ايفنتس هلا بهالمنطقه، شو في اشياء فيها اختار انا لوكيشن. مثلا انا اليوم على بالي اسهر بجوني، مش ضروري يكون مسافر، بقدر اشوف بجوني شو في كاتيجوري، شو في ايفنتات. وحتى من الاتراكشن بقدر اختار انه انا اليوم على بالي مثلا فود اند درينك، فان اند جيمز، ميوزيمز، شو في بهيدي المنطقه، بقدر فتش عليهم. وطبعا بقدر اشوف الريفيوز، اراء الاشخاص يلي هن كمان راحوا على المطارح وشافوا هالاتراكشنز وعطوا رايهم فيهم. اوكي. في شيء كثير حلو يلي هو هلا احنا لما نفتش على لوكيشن بعيده، وين بنحط اللوكيشن؟ نفس الشيء. هلا انا كبست مثلا لانه هو اخذ هلا لوكيشن نحن هون. عندي التو اوبشنز. اوكي. يعني فور اكزامبل، اوكي اوف طلعت منها، رح ارجع افوت عليها. مثل ما هلا كتب لي اللوكيشن تريب ادفايزر، اوكي. مثل ما انا كتب لي قبل شوي اللوكيشن، بقدر انا اكتب لوكيشن اللي بدي اياها وفتش عليها هون، او اسم المطعم، او اذا بدي things to do current location بختار يا current location يا بختار اسم المنطقة. تنقول بيروت example. اوكي جو بيروت، لقيها. وهلا عم بفتش انا في اختار كل شيء، كل انواع الاتراكشنز او لا. فوالا. سو كل الاشياء اللي بقدر اشوفها ببيروت سياحية، بقدر اقرا ريفيوز، وفي كثير ريفيوز مثل ما شايفين 300 ريفيو هون مثلا عن الكورنيش، بقدر اعرف اراء الناس. 400 ريفيو، في اشياء كثير حكينا عنها الناس، والاحلى من هيك انه في صور، بقدر اخذ كمان فكره عن هالمطرح من خلال هالصوره اللي موجوده. بالاضافه انه هدول الاماكن بقدر اشوفهم على الماب، يعني انا اذا بدي امشي على الخريطه شوف هالاماكن كيف موجودين ببيروت مثلا. ولا نحن هلا على بيروت عم كبرها وحاطت لي اياهم بالاخضر. كل النقط الخضر، النقط الخضر هن هول الاتراكشن، بس اكبس عليها بقول لي مثلا زيتونه باي وين موجوده، كيف وين موجوده. واذا بدي اروح عليها جيت دايركشن بيقدر يدلني كمان عليها، بقول له جو، رح يبلش هلا يقول لي انا كيف بتحرك من خلال المابس. اكيد بقدر لحتى اوصل لهديك المنطقة، بيعطيني الفلاشات وبيحكي وبيقدر يدور الجي بي اس ايتو. فكتير هين انه نستعمله، كتير حلو. اكيد في ياخذ معلومات اكثر عن المنطقة يلي او الاتراكشن يلي شغالين موجودين فيها. رح ارجع احكي شوي عن الفلايتس. الفلايتس هو بقدر انا اذا بدي مثلا سافر من بيروت تو، رح نختار وين بدنا نروح اليوم، بدنا نقول على باريس. إذا ما عندنا شيء يلا يلا بنخلص الحلقة وبننطلق. بختار الوقت، أي متى بدي أروح، أي متى بدي أرجع، رح أتركهم مثل ما هن. بقدر أختار كمان أي كلاس، إيكونومي، البزنس، فيرست كلاس. أوكي طلعت منها كبست مرتين. أوكي رح أرجع أكتب باريس شارل دوغول ورح أقول له سيرش فلايتس، فرح يبلش يعطيني الفلايت على كل شركات الطيران يلي موجودين على التريب ادفايزر او التريب ادفايزر، قد يعمل لي مونيتورينج كل شيء، كل شيء اوقات والاسعار. وبقدر نقي مثلا المصريه، الاردنيه، كله موجودين، ميدل ايست، تركيش ايرلاينز، وكله مع الاسعار. سو انا هلا في هلا اعمل في اشتري، اي كان بوك ناو اونلاين، بقدر ادفع اونلاين، بقدر فوت دغري بتواصل مع الشركه من خلال التريب ادفايزر. فعمليه السفر صارت كثير هينه، وصار انه بقدر اشتري كثير بسرعه. هيدي كثير مهمه. ايه بليز جيت اليرت وين برايسز دروب. وين جيت ان اليرت وين برايسز دروب، هيدي مهمه على كل الوقت ضلنا ابديتد. اكيد اكيد اكيد. هلا انا كيف بقدر اكون فاعل كمان بالتريب ادفايزر؟ في عندي كثير اوبشنز، مثلا في عندي الفورم
اكيد انا بقدر احط ريفيو، بس رح احكي شوي عن الفورم لانه شيء كثير مهضوم. رح فوت على الفورم ميدل ايست، ورح فوت على بيروت لبنان تتشوفوا الاسئله يلي انطرحت وكيف الناس عم بتجاوب. مثلا في حدا كتب تريب تو لبنان، حدا حابب يجي على لبنان، ام ترافلينج تو لبنان ويز ماي فاميلي، بهالوقت شو هن افضل اماكن انا بقدر اروح عليهم؟ ففي شخص فات واخذ وقته يعني وعطى كل الاماكن يلي ممكن يزورها، حتى كل الاجوبه، كل الاجوبه وكل برافو. المناطق يلي ممكن انه يروح عليها وشو الاشياء الحلوه يلي ممكن نشوفها بهالمناطق، حتى حتى اشياء تفاصيل يمكن نحن ما نفكر فيها. مثلا اذا بدي اخذ باص من بيروت لزحله كيف باخده؟ من وين؟ في ناس جاوبوا قالوا له شو الاسعار حتى؟ شيء كثير حلو انه هالقد تفاصيل بينعطى، انه مثلا بيقول له 5000 من هالمنطقه، 3500 من هالمنطقه، اتسترا. فهالقد تفاصيل هالقد تفاصيل حلوه بتساعدنا لحتى نقدر نتنقل. تورست فيزا كيف بقدر احصل عليها؟ ايتو هيدا الفورم كثير انتريسون، فيكم انتم كمان تفوتوا وتساعدوا الناس اللي حابين يجوا على لبنان، تعطيهم رايكم، جاوبوا على اسئلتهم، اكيد في كثير جوابات. والشيء اللي حب انهي فيه هو الريفيو، انه انتم كمان قادرين تعطوا ريفيو، تعطوا رايكم بالاماكن رحتوا عليها. يعني اذا شفتوا شيء مطرح ما بيستاهل انه ينراح عليه او كثير حلو انه الناس تزوره، ما توفروا رايكم لانه بفيد كثير من الناس. سو رايت ا ريفيو مثل ما شايفين موجوده هون، بختار المطرح يلي انا كنت فيه تنقول بعلبك. بعلبك ريستورنت مثلا. اوكي. بقدر حاط الريفيو كم اتوال، اي متى رحت، تايتل، بحط تايتل للريفيو تبعولي وبكتب الريفيو، بعطي رايي والناس بيقدروا يشوفوا. طيب طيب غالي الى اخره، قريب بعيد، يعني كل التفاصيل اللي واحد بتطلع معه بنهار واحد وبنحكي فيها كل الوقت. مزبوط. فليش لا نقول يعني ونعطي هالنصائح، خصوصا اذا في عن جد محلات حلوه وطيبه وهي كثيره بلبنان. بنشجع الناس انه يجوا عليها باكثر بعدد اكبر. ميرسي لك كاتيا، لكن نرجع نشوفك الاسبوع اللي جاي، رح بيكون كمان في عنا شيء جديد وعنا المسابقه يلي دائما ما تنسوا مع فقره بوقتها. رح توقف للحظات قليله، خليكم معنا.